السلام عليكم، صباح الخير في الاول. باش نقلا ذكي وستمنينيس في طجرة وجموع. ثقيت جماد يموسناون تجماد يمضبران تفلاح ذاكي اطاسي ديوسان يروز ديوسان الساقي فهاد فرصة ثغنيت هو كنادم مسلاية لكل هي وانو حبيبنا ديوسان سي لا ولاية من جيجي وكي يتفون شارج لا كومينيكاسيون يعلن تفلاح يقدش مليح قيني مقارن لا راديو رورال انجيجر ثورا بلا لابيل ادادي اثيد سقسير شي طوح اغدي مسلاي افاساكي ركض رقضي شي ناس. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. قدم روحك الاخ. بون علاب عبد العلي المكلف بالاعلام بالمسارح الفلاحيه مرشد فلاحي وكذلك منشط اذاعي على مستوى اذاعه تجيج الجهويه خاص بطبيعه الحال بالقطاع الفلاحي. بارك الله فيك. نعم. ومرحبا بك. بك ومرحبا اخوي العزيز. يعني باش نقول لك راك تأدي عمل يوصل يعني للمعلومه للفلاح ما شاء الله. وماذا بك تكلمنا شويه على اليوم الدراسي هذا اللي جرى هنا الملتقى. ان شاء الله. بارك الله فيك اخي زيزي. هو يعني دور المرشد الفلاحي اليوم هو دور مهم جدا في كيفيه يعني ايصال كل المعلومات الخاصه بالقطاع الفلاحي وايصالها في زبده في نوع من المعلومه القيمه والسهله اللي يستقبلها الفلاح ببساطه. اليوم كمرشدين فلاحيين كمذيع ايضا منشط اذاعي على مستوى اذاعه جيجل الجهويه نقوم بايصال معلومه عبر اثير اذاعه جيجل وطورنا هذا الشيء ووصلنا حتى نوصل المعلومات عبر يعني منصات التواصل الاجتماعي في اطار يعني يعني في اطار فيديو صغار ارشاديه ومضات ارشاديه قصيره نوجهها للفلاحين فيما يخص شعبه الزيتون. في هذا اليوم يعني تشرفنا بحضور هذا الملتقى اللي كان تحت اشراف وزير الفلاحه والتنميه الريفيه حول شعبه الزيتون تحديات الوقت الحالي في اطار يعني التغير المناخي وتحديات الجفاف. شعبه الزيتون في الجزائر لازم يعني نعطيوها كل الرعايه والعنايه من كل المختصين كل الخبراء كل المعاهد التقنيه كل المرشدين الفلاحيين اعلاميين تقنيين وكذلك اقتصاديين لانها كما قال سياده الوزير تلعب دور يعني في جلب يعني مداخيل للاقتصاد الوطني تنميه اقتصاد وكذلك اقتصاد المعيشه لدى الفلاحين خاصه شعبه الزيتون ولما لا يعني نتوجه من توفير الانتاج المحلي توفير زيت الزيتون هنا في الجزائر والتحول نحو التصدير للسوق الدولي. بارك الله. يعني حبينا نعرفوا شويه معلومات على شعبه الزيتون في ولايه جيجل خاطر ولايه جيجل كما الولايه تاعنا ولايه جبليه. نعم. ماذا بك تحدثنا شويه على شعبه الزيتون؟ يعني صراحه ولايه جيجل هي جيجل الكتاميه معروفة بشجرة الزيتون يعني عبر العصور والأزمنة القديمة إلى يومنا الحالي. جيجل تمتلك 22 ألف هكتار مساحة مقدرة لشجرة الزيتون. عندنا حظيرة لمعصر الزيتون مقدرة ب 171 معصرة. شخصيا وصلت إلى 120 معصرة في إطار حملة ولائية لزيارة كل المعاصر. هناك يعني إنتاج محلي يتراوح ما بين 5 ملايين إلى 10 ملايين سنويا حسب المواسم. نعم كل هذه القدرات والإمكانيات تحتم علينا كتقنيين كخبراء كمستشارين في برنامج بازا لإعطاء الأولوية لهذه الشعبة اللي هي أكبر شعبة في ولاية جيجل وفي الجزائر. وفي الجزائر بطبيعة الحال التي تقدر مساحتها بنصف الأشجار المثمرة عبارة عن الزيتون. نعم هي الأخزيزي كما قال السيد الوزير أنه حتى الجيران الجارة الشرقية والجارة الغربية تعدوا المساحة المليون هكتار. اليوم احنا وزارة الفلاحة والتنمية الريفية سطرت اليوم مساحة مليون هكتار في الآفاق كهدف. هذه المساحة تاع المليون هكتار في الآفاق حتم علينا عدة يعني تحديات أخرى منها تحسين جودة الزيتون العناية بشجارة الزيتون كيفية إنتاج زيت زيتون ذو جودة عالية ينافس يعني جيراننا والدول المحيطة والمنتجة في بحر الأبيض المتوسط بمعنى مرافقة الفلاح من نعم. الحقل إلى المائدة. نعم وهو كذلك هي مرافقة الفلاح من حقل شجرة الزيتون والاعتناء بشجرة الزيتون حتى المستهلك وهو كيف يتذوق زيت الزيتون ذو الجودة العالية. نعم وشجرة الزيتون أو الزيتون عبارة عن في نفس الوقت نعم. أكل ودواء.
نعم، هو يعني هو هذه الشجرة المباركة اللي وهبنا ربي سبحانه، يعني هي شجرة الأنبياء، فيها يعني كل ما هو موجود كمادة غذائية وكدواء يشفي يعني جسم الإنسان، وكل الديانات يعني تمسكت وازدهرت وكذلك تبتت من هذه الشجرة المباركة كدين إسلامي كديانة محمدية اللي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. نبارك هذه الشجرة ونعمل على تحسين كل الممارسات الخاصة بكيف العناية بها وإنتاج زيت زيتون ينير ولو لم تمسس هنا هكذا. ونتمنى يعني زيت الزيتون يخرج حتى إلى الدول الخارجية، الدول الخارجية الأوروبية ولما لا السوق الإفريقية أيضا، والسوق أنا أقول السوق العالمية كما غزا الموز والقهوة العالم، ماذا نعم. بين الزيت يغزو العالم. زيت زيتون جزائري. نعم هذا هي. شكرا صديقي العزيز. جزاك الله خير. نعم. وبلغ سلامنا لأهل جيجل. يبلغ إن شاء الله، وتحياتي أيضا إليك أخي الكريم. بارك الله. وبوركت في عملك إن شاء الله. وإياك، يعطيك الصحة.